كلامكم عن غير مطر قد نظر من عند الشيخ فايز عبد الله. فايز عبد الله فايز عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فلما ذهبوا عليه قالوا يا أيها العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.